ربنا يا رب دايما يعني دعوات الوالدين دول. انا انت يعني تعرضت لموقف انساني صعب طبعا عنيف جدا في اسكندريه بوفاه الوالده واختك ساعتها. صح. كانوا جاي لك في زياره او كانوا مقيمين معاك ساعتها لا، ايام سموحه؟ هم جو لي زياره. كان عايزين يقعدوا معايا 3 4 ايام كده، وحصلت حادثه هناك وتوفوا يعني. صعب، موقف صعب وموقف لا عنيف يعني هو وموقف موقف، شديد. ان يعني انت موقف تتخطى ده ما كانش بسهوله ابدا يعني. خالص يا كابتن شوبير. يعني فترة صعبة جدا، يعني فترة قعدت سنتين تقريبا، فترة شاقة يعني، فترة شاقة مع النفس يعني. يعني الشغف كان ميت، والحياة كانت صعبة جدا يعني. الشغف نفسه كنت عايز، مكانش عندك طاقة انك تعمل اي حاجة من كتر الحزن يعني. صحيح. لكن بعد كده الحياة استمرت يعني، بس ولازم لعبت يعني رغم الآلام دي، لعبت وكنت جدع وفي الملعب كنت متماسك يعني. الحقيقة انا تابعتك بقى بقوة في الوقت ده عشان اشوف تماسكك. كنت متماسك جدا ايمن، ما شاء الله عليك. لان دي كانت وصيه ام الله يرحمها. وصيتها كانت يعني هي تقول لك قبل ايه؟ ما تتوفى كان يعني العيد الكبير، العيد الاضحى، كان قبل ما تتوفى مثلا ب 20 يوم. كانت في العيد الكبير انا كنت في البلد، فهي قعدت معايا وسبحان الله يعني اخذتني على جنب وقعدت توصيني يعني. قالت لي حاسه ان انا هيحصل لي حاجه قريب يعني. فالوقت ده طبعا يعني انا طبعا عيطت وبتاع، ما تقوليش كده، ويعني يعني ربنا يعني ربنا يطول في عمرك وكده. لكن طبعا انا اتفاجئت، لان انا كنت في القاهره، كان عندي ماتش كمان. ورجعت القاهره، وخلصت الماتش وجالي تليفون، ضابط بيقول لي صاحبه التليفون توفت. فانا مش فاهم في ايه، لان هي كان كلمتني قبلها ب 10 دقايق. يا خبر ابيض. فانا مش فاهم في ايه، فاتخضيت. فاخويا كان قاعد معاها في اسكندريه، فقلت له انزل الحق يعني. فلا يعني كانوا يعني عديت فتره صعبه جدا، فتره فكرت ان انا اعتزل وقررت ان انا اعتزل، لان انا ما كنتش قادر يعني. كان وقتها كان احساس صعب جدا. لكن دي كابتن حلمي طولان طبعا يعني، هنا الوالدة، والدتي هنا واختي، دور كابتن حلمي طولان معاك بتقول. دوره كان كبير معايا بصراحة في الموقف ده، بني آدم جميل كابتن حلمي طولان. جدا يعني. يعني انا طبعا دي حاجة بشيلها له يعني، ان هو قومني من على الارض هو وساعدني يعني. هو اللي يعني هو ساعدك، هو اللي خد ساعدني، بإيدك وكان دايما ساعتها. هو مع انه ما كانش مدير فني نادي سموحة وقتها، لكن والله هو ساعدني. يعني يعني ما كانش المدرب لا، بس ساعتها هو كان مراني قبلها في قبل نادي كده سموحة. عارفك يعني، فهو كان يعني كان في بينا علاقة كويسة. فضل وراك. فضل ورايا لحد ما رجعت تاني جميل قوي ورجعت. الكابتن حلمي ده، من البني ادمين المحترمين، وانت مدل له بفضل كبير يعني. طبعا طبعا يعني، حتى يعني انا بحبه على المستوى الشخصي جدا والله يعني، الكابتن جدا حلمي شخصية جميل. جميلة جدا يعني. خلينا نروح